موقع أنا السلفي تروى في أثرهم في العالم الإسلامي، تبين أن لهم آثارهم الفكرية الخطيرة في إحداث الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصد عن دين الله، وظهور فرق الزندقة والإلحاد، ومحاولة إضلال المسلمين في سنة نبيهم، والتأثير السلبي في الأدب والتاريخ وعلى بعض المفكرين المنتسبين للسنة، ولهم وسائل في الإضلال ظاهرة وخفية، كما أن لهم أثرا في المجال الاجتماعي في إثارة الفتن الداخلية بين المسلمين، وفي الاعتداء والاغتيالات للقيادات الإسلامية ولعموم المسلمين إذا حانت لهم فرصة في ذلك، وفي إشاعة الفاحشة ونشر الإباحية عن طريق ما يسمونه بالمتعة الدورية وغيرها. وفي المجال الاقتصادي كان أثرهم واضحا في أخذ أموال المسلمين بالقوة أو الخديعة، وفي تدمير اقتصاد الأمة بأية وسيلة، وكان ما يأخذونه من أموال باسم آل البيت من أهم أسباب رغبة شيوخ الشيعة في بقاء شذوذهم وخلافهم مع المسلمين. وقد تبين أنهم كفرة ليسوا من الإسلام في شيء بسبب شركهم وتكفيرهم للصحابة وطعنهم في كتاب الله وغيرها من عقائد الكفر عندهم. هو في الحقيقة الأحوط أن إحنا في قضية التكفير بالذات نقول من اعتقد تحريف القرآن فهو كافر، من أكفر الصحابة فهو كافر، وهكذا نعلقها بالإيه؟ بمثل هذا. ولا أغرب ولا وأعجب من بقاء طائفة تعد بالملايين أسيرة لهذه الخرافات، ولا يفسر ذلك إلا أن شيوخ الشيعة يحجبون الحقيقة عن أتباعهم بوسائل كثيرة من الخداع، لعل أبرزها دعواهم أن ما عندهم مؤيد بما جاء من طريق أهل السنة، وأن دينهم يقوم على أساس محبة آل البيت واتباعهم. وفي ظل هذه الدعوة يؤججون مشاعر العامة وعواطفهم بذكر اضطهاد آل البيت وتصوير الظلم الذي لحقهم من الصحابة بزعمهم، ويربون صغارهم على ذلك، ومن ذلك تمثيلهم لمأساة كربلاء وهو المعروف الآن باسم الشبيه، وإقامتهم لمجالس التعزية بكل ما فيها من مظاهر الحزن والبكاء وما يصاحبها من كثرة الأعلام ودق الطبول وسرد الحكايات والأقاصيص عن الظلم المزعوم، وهذا يؤدي إلى شلل العقل والتقبل الأعمى للمعتقد، ولا سيما عند الأعاجم والعوام.